بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا شاكر كل اطارات تاع المؤسسات الجزائريه وعلى راسهم سوناتراك وسوناتغاز على المجهودات التي بذلت منذ سنتين في اطار برنامج استعجالي لتحليه مياه البحر. حقيقه كان قرار في البداية ما كانش يظهر بأنه ضروري. الوقت لنا فيه اليوم مع الجفاف اللي بدينا نعيشه فيه بصفة ملموسة ومحسوسة من طرف كل المواطنين ومن طرف الدولة، هذه المشاريع هذه جات في وقتها. إذا شاكر لهم كل المجهودات اللي بذلوها، شاكر كذلك وزارة الطاقة ووزارة الري ووزارة التعليم العالي ووزارة التكوين المهني اللي انسجموا في هذا البرنامج وصبحت اليوم محطات تحلية المياه البحر جزائرية 100%. بفضل إطاراتها الجزائريين، بفضل عمالها ومهندسيها، وكذلك بفضل التقنيات اللي تبداو يتحكموا فيها الإطارات الجزائرية، احنا فخورين جدا. واعتقد ما سهل بالنسبة للدول اللي عندها المال انها يعني تشري محطات، ولكن احنا حفاظا على المداخل تاع البلاد وحفاظا على الثروة تاع البلاد نفضل نحاول باش نصنع الامور هذه نفسنا بنفسنا. وصلنا لها الحمد لله بفضل نزاهة الاطارات، وعلى راسها مثل ما قلت اطارات وزارة الطاقة سوناتراك. سي حكار مش من العادة باش نشكر كثير الاطارات، ولكن الشيء اللي قايمة به سوناتراك يثير يعني ماشي غير الاحترام فقط. المهم سوناتغاز نفس الشيء، لان لو سوناتغاز ما استثمروش وما واتبوش ما واقبوش هذا البرنامج ما كانش تكون عندنا الطاقه الكافيه باش نشغل الطاقات هذه. اذا سوناتراك كوسيدار قاموا بالشيء اللي قاموا به، كذلك شركات ما نقدرش نذكر كل الشركات. إذن بصفة عامة كجزائريين نفتخر بالشيء اللي هم يديروا به المؤسسة تاعنا والمرحلة اللي فتنا لها. شكرت وزارة التعليم العالي لأن فيه فروع اليوم في الجامعة تاعنا تاع مهندسين، تكوين مهندسين مختصين في تصفية مياه البحر، تحلية المياه. نفس الشيء بالنسبة لوزارة التكوين المهني، خلقنا فروع ابتداء من الدخول الماضي تاع السنه الماضيه لتقنيين وتقنيين سامين في اطار تحليه المياه. اذا شركه جزائريه بتكوين جزائري، الحمد لله الحمد لله على الشيء اللي وصلت له الجزائر. الارقام اللي اعطاها لنا السي حكار والسيد ممثل وزاره الري في الواقع تظهر ماشي بسيطة، تظهر يعني شبه عادية، ولكن لما تحولها حتى محطة صغيرة مثل الأخيرة المحطة باتو كاسي تاع 10 متر كيب جور، يعني لو تحولها إلى لتر 10 ملايين لتر يوميا تمشي للمواطن 10 يوم. هذه نتاع قرصو نتاع الكابجينات اللي أنا فيها اليوم سي 300 مليون دو لتر بار جور بور لو سيتويان، يعني كومباري بالشيء اللي تقترحه منظمة الصحة العالمية تاع 160 200 لتر لكل مواطن في النهار. شوف وين وصلنا الحمد لله في تلبية الحاجيات، لأن كل المناطق الجزائرية لازم تاخذ حدها في هذا البرنامج.
ممكن مشكل تطرح لنا في تيزوزو تيزوزو عندها محطة تصدرت للماء باطني تاع السيباو عندها واد السيباو وعندها تقصبت تقصبت نشفت السيباو ما يقدرش يتحمل أكثر من اللي يتحمله صحيح. إذا نفكروا في محطة إما في تيكزيرت ولا في زفون ولا في الشط عطيتنا تعليمات فيه باش تكون محطة كذلك لتيزي وزو على حسب الحجم تاع الولاية إذا كان لازم نوصل 300,000 ديروا واحدة تاع 300,000 لكل ولاية وخلاص. بالنسبة لبومرداس بومرداس اليوم اللي يعرفوا بومرداس يعرفوا باللي أصبحت ولاية رائدة في الفلاحة في الفلاحة اللي تستعمل التقنيات الدقيقة وتستعمل الإلكترونيك بالطبع يعني الفلاحة تطلب مياه مثل ما طلبت من السيد الوالي والسيد رئيس المجلس الشعبي الولائي أنهم يحثوا المواطنين فلاحين احنا نشجعهم على الإنتاج تاعهم ذو جودة عالية جدا. اليوم أعتقد أن بالنسبة لإنتاج العنب في الجزائر وفي غير الجزائر بومرداس يعني ولاية رائدة لا من ناحية الجودة ولا من ناحية الكم ولا من ناحية الكيف. إذن ماذا بيا مثل ما نمجندين تحلية مياه البحر نتجند كذلك الاستعمال في الفلاحة المياه المستعملة ومعالجة les eaux usées traitées on doit les utiliser في الفلاحة باش نخلي المشروب للمواطن المباشرة. باقي بالنسبة لولاية بومرداس نهنيهم بهذه المحطة إذا كان ما تكفيش نزيدوا محطة أخرى ما فيش نوسعوها إلى أقصى حد حتى نوصل مثل ما قال الري يا ريت نوصل 80% تاع استهلاك مياه صالحة للشرب من تحلية المياه باش نحافظ على المياه الجوفية نتاعنا. أما المياه السطحية السدود وهذه فماشية بقضاء الله وقدر ما نتحكموش فيها. إذن شاكر لكم كثير كل هالمجهودات ونتمنى إن شاء الله مزيد من انتصارات للشركة نتاعنا سوناتراك سونارغاز وكوسيدار وغيرهم وشكرا.